السلام عليكم، مساء الخير. عليكم وعليكم السلام. وعليكم. شو أخباركم اليوم؟ إن شاء الله في تحسن. إن شاء الله دكتورة. أتمنى ذلك، دائما أدعي لكم الله ينور بصيرتكم، تصيروا شاطرين بالفيزياء. يا حبايبي، في بعرفش وصلكم على موقعكم على برنامجكم الإلكتروني، شالوا من عندكم حوالي 20 طالب، وين حطوهم؟ في شعبة 6. فبليز راجعوا برنامجكم على الإلكتروني، عشان أنا بدكم تحضروا هون عادي على التيمز، ما حتفرق معي، لكن الغياب، الكويزز، هوم وورك، وين حتكون يا حبايبي؟ الموقع الالكتروني الاي ليرنينج، فتاكد انه انت نقلت ولا لا، لان انا امبارح جبت القوائم ان شعبتكم صار عددها، نقلوا منها عدد منيح. ايش يعني نقلوا منكم عدد منيح والله. انا طلعت من جوجل. كيف نعرف موقعك؟ راجع موقعك. هيك سجلي الغياب دكتورة، لأنه صار يعني خربطة أو إشي، مو مشكلة، بس ابتداء من يوم الأحد بليز يعني انتبهوا، بدك تحضر هون عادي احضر، بس المهم تسجل حضور غياب هناك، واجبك هناك، الهوم وورك و الكويزات حتكون هناك. يعني انت اذا ضليت في هاي الشعبة ما حيفتح لك الكويز يا بني، تأكد انه اسمك في الشعبة الجديدة صار. اوكي، يلا تعرفوا من عندكم برامجكم مهين الموقع الالكتروني بلا تعرف. دكتور السلام عليكم. السلام بني اغلبك، بس انا عندي كويز على الساعة 9 احياء بيولوجي، كيف بدي اخذ الاثنين مع بعض؟ ايش يا احمد؟ ما فهمتش عليك. عندي كويز الساعة 9 بيولوجي اليوم، هيك خبرنا الدكتور. طيب شو دخل هاي بالمحاضرة؟ عشان مش اليوم علينا كويز، كمان طلع لي انه علي كويز اليوم الساعة 9. مين حكى؟ فيزياء؟ فيزياء اظن، دقيقة اتأكد. لا لا، اليوم في كويز اورجانيك على 9. اورجانيك مش بيولوجي، خربطت. اسف. احمد، انت تم نقلك على شعبة 4 على فكرة، على شعبة 6 قصدي. 6 من اي ساعة لاي ساعة؟ 4:30 لـ5:30. طب دكتور، احنا لما نقلنا عشوائي ولا كيف؟ اسمعوا، اللي عنده تعارض اشي يروح يراجع التسجيل، انا ما الي علاقة، انا بلغتكم عشان تتأكدوا من شعبكم الجديدة. طب دكتور ليش ما قالونا يعني؟ انتم بخففوا من الضغط، انتم عددكم هون 155، نقلوا منكم مجموعة صار عددكم يعني العدد الجديد 122، نقلوا من عندكم 25 طالب، ومن الشعب اللي قبلكم حوالي 30 طالب. بس دكتور بصير احضر هاي المحاضرة حتى المرة الجاي. دكتور من يوم الاحد، من يوم الاحد اي طالب نقل بصير بصير تحضروا هون عادي، بس بدك تسجل حضور وغياب وكوزات عن المحاضرة هذيك الجديدة، الشعبة هذيك. دكتورة هاي الشعبة 5؟ هاي شعبة 5. نعم. كيف بدي اغيرت شعبتي؟ بوصلك عندك على راجع برنامجك يا بني، لان انا جبت القوائم هاي هون. تم نقل يعني عدد منيح من كل شعبة. يلا دكتورة، كم صار مجموع الناس؟ 122 صار عدد الطلاب، 30 أو 32 اللي نقلوه. أول طالب أحمد زكريا. أول ما شفت اسمه في الشعبة حاطين أول اسم في شعبة 6. دكتورة بس أنا أول ما أروح يعني على 4 يوم الأحد شو لا، فأول ما أروح طب المحاضرة بقدرش يعني أحضر المحاضرة وبعد اللاب طوالة، لأنه أنا بإربد يعني مواصلاتي من إربد للبلقة. يا ضحى، عملتي لي موضوع إنشا،
فهمتي أنا شو حكيت؟ قبل شوي شو حكيت أنا؟ اللي بده يحضر هون كحضور على التيمز ما في مشكلة، ظل ظلوا احضروا هون بس ما تنسوا كل ما تبقى وين؟ على الاي ليرنينج حضور وغياب. طب دكتور والعلامات هناك وكل علاماتكم هناك حتصير. يس طب ما استفدتش. شو ما استفدتي؟ خلينا كيف نفس الشعب كشرح وشو فرقت يعني. انا اصلا انا اتضايقت، كنت هذيك الشعبة عندي اياها اروع شعبة، شعبة الساعة اللي هي 4:30 5:30 كان عددهم 40 كلهم شاطرين هيك ما شاء الله بحبهم كثير، فانا اصلا اتضايقت من هالحركة. في صاحب بدي بالشعبة اللي بتحكي عنها كان يحكي لي انك حكيت لهم انهم اغبى شعبة. وجابوا اعلى علامات في الكويز كمان. يلا ناش نضيع وقت. يلا اخر شيء وين وصلنا؟ يلا والله فرفط زهقت من كثر ما عدت حكي. عند أرخميدس. طيب اماني 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 ما تقولوا يعني انه حضرته، ما حضرته صح؟ لا والله حضرت. اسمعوا الاورجانيك كل الشعب موحده. الله على ما حدا بيعرف. لا لا مش كلهم، في ناس دكتور موحد امتحان ما كل الشعب كلهم نفس اليوم بس في ناس بساعه معينه وناس بعدين جايين. ايوه يعني مش بنفس كل الساعه، كل نفس الوقت والبيو معناته بكره عندنا بيو كمان. بكره عندنا بيو. طب والبيو موحد؟ البيو موحد، البيو موحد اصلا الاجل بيو موحد. موحد دكتور انا لاني معارض هذه الفكره موحد. الاورجانيك ما عملوه موحد لان عدد الشعب كثير كبير كثير. ما هو احنا عددنا عدد طلابنا في الطب اكثر منهم، وعشان هيك انتوا عارفين ليش بسال فيكم الموحد، عشان هيك صار مشكلة السيستم. بقول لك السيستم مبرمج يا حبايبي يستوعب فقط 700 طالب، طب انتوا عددكم 900، عشان هيك عم بسأل فيكم انه موحد ولا لا. لا معناته ايوة اليوم مش موحد الأورجانيك بس البيو بكرة موحد بجوز لا عددهم البيو. إيه لا لا مثلا دكتورة سوها وفي دكتور ثاني بكرة موحد بس في دكتورين بيو ثانيين لا عملوا الأسبوع الماضي وخلصوا. مش موحد إذا مدام في ناس لحال، لأني أنا عارفين ليش؟ لأني أنا ما بدي أوحد إكويزات مع الشعب الأخرى. عرفتوا ليش بسأل فيكم؟ خلص وصلتني الفكرة خلص عرفت انه مش موحد الكل بس. الله قلت لهم تدخلوا فينا المرة في الكويزات، لا ما حدش له كل في شعبته، ولا عندي استعداد طالب يخسر الكويز تاعه عشان السيستم علق. كل ما كانت الاعداد كبيرة انا عرفت لما صار يطرد في الطلاب لانه يعمل العدد لا يستوعب 900 طالب مشكلة. هلا قاعدة أرخميدس أذكركم هيك بقصته. أرخميدس هو طبعا عالم إغريقي كان موجود بعرفش في الحمام ولا في الحمام على ما أذكر، عارفين حتى هو في صقلية ولد وهو في الحمام الحلقة تاعته الدبلة هاي الخاتم وقع في حوض ماء، عارف شو كان ايامها بانيوهات ما اعتقدش صح؟ في سطل في السطل في وعاء ماء، وقعت هالحلقة في وعاء ماء ولا صار ينط ويركض طالع نازل شو يقول وجدتها وجدتها. شو قصده يوريكا؟ شو كان قصده في كلمة وجدتها؟ كان قصده انه لما هالدبلة وقعت انه ما غرقت، عرفت؟ ظلت طافية طفت طفت على هالماء، راح يركض حتى للملك تاعهم الدارنو هيك القصة أنا بتذكرها، كانوا يجيبوها في الرسوم متحركة زمان، قالوا عنه مجنون لكن والله طلع أعقل من الكل، مو مجنون
عارفين ان الشغل اللي وجدها هي قوة بتخلي الاجسام شو تطفو، تطفو على سطح الفلويد، تمام؟ طيب هاي هالقوة هاي اللي اكتشفها بيوينسي اسمها، عارفين شو يعني هاي بيوينسي؟ الطفو. طفو. يس. وقاعدة أرخميدس على هاي الظاهرة، ظاهرة الطفو والقوة هاي، صممت السفن، السفن والبواخر، عشان هيك السفن مفرغة من تحت. يس. فعشان هيك قاعدته هاي يعني كان إلها صدى كبير، ولها يعني لحد اليوم ولبكرة تقوم ساعة هم بيستخدموها في تصميم وكيف السفينة بدها تمشي، كيف بدهاش تغرق، القارب، أي إشي يطفو على سطح الماء. من هون إجت قاعدة أرخميدس. إذا شو هي قاعدة أرخميدس؟ شو بتقول؟ بتقول كالآتي: بوينت فورس. شو يعني بوينت؟ ما بدكم تحفظوها، حفظ. ذا بوينت فورس يعني قوة الطفو. قوة الطفو. On an object، المؤثرة على جسم. وهذا الجسم On an object وين موجود؟ مغمور في fluid. Immersed. Immersed مغمور in a fluid. A fluid قلنا اللي هي gases و liquid. Yes. In a fluid. شو بتساوي هاي القوة؟ ماذا تساوي؟ تعرفوا شو بتساوي؟ وزن السائل المزعج. Yes. تساوي وزن السائل المزاح equal equal to the weight of mean of the fluid. المزاح يعني displaced. Of the fluid displaced. طب مين اللي زاحه هالسائل؟ مين؟ الأوبجكت. الأوبجكت by that object. ممتاز. يعني تخيل وانت تشرب في كاسة هالشاي وانت برا هيك قاعد وما شفت الا اشي وقع فيها الكاسة. هلا لما وقع فيها هالجسم، بغض النظر شو ذبابة ولا نحلة، شو بدكم، نحلة ولا ذبابة؟ نحلة. ذبابة. نحلة مشان ما تقرفوا. ذبابة. بمجرد ما وقعت النحلة في كاسة الشاي طرطش الشاي عليك، صح؟ مش بنقول نكب الشاي؟ هلا هدول الشوي اللي طرطشوا عايدك وانحرقت من السخونة، وزنهم هدول، لو نيجي نوزنهم هدول، إذن السائل المزاح. يس. من هن الشايات وزنهم هدول شو يساوي يا حبايبي؟ بيونت فورس. بيونت فورس، قوة الطفو. هلأ مين اللي خلى شوية الشاي ينزاحوا؟ اللي وقع النحلة. أوكي. قوة الطفو. يلا بشان عمركم ما تنسوها. هلأ قوة الطفو هاي بدنا نصير نرمز لها بالرمز، شوفوا FP. قبل ما أشرح لكم إياها شو حتساوي رقمياً، يعني قانون، دائماً اتجاه القوة الطفو لوين بده يكون؟ للأعلى. 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 يكون يعني نقاش وانت مغمض، لوين؟ للأعلى. اتفقنا. طيب خذ لك هالوعاء سطل ماي برميل اللي هو، وشو رمينا فيه؟ قطعة من الخشب، جسم، نقول piece of wood. اوكي. اذا هذا شو بنقول له؟ object. الobject هذا شو له؟ كتلة. شو بنسميها؟ mass of object. هسا هذا الobject ما غرق للاخر، شو صار فيه؟ طفى. صار فيه هون
هذا شو بنقول له؟ الجسم المغمور، تمام؟ الجسم شو؟ المغمور. لما يقول لك a piece of wood immersed in water معناها قطعة من الخشب مغمورة في الماء. قد إنها تطفو كلها على السطح أو جزء منها، أوكي؟ طيب وهي في هالوضع اللي قدامكم قديش طولها أو طول السائل هون، طول المي عليها أو ارتفاع السائل اللي هون، شو بدي يكون؟ H1. هلأ بمجرد ما وضعناها هون مو في عنا حيكون قوة ضغط من السائل على هذا الجزء من قطعة الخشب، صح؟ لوين هاي القوة؟ للأعلى. فهاي قوة ضغط السائل على البتم، خلينا نسميها مين؟ F2. هلأ الجسم هون السطح العلوي إله مش بده برضو يتعرض لقوة ضغط لوير؟ للأسفل. هيك F1، هدول القوتين F1 و F2، اتفقنا؟ هلأ في قوة ثالثة اللي خلت هالقطعة الخشب في هذا الوضع، وهي FB. دائما لوير؟ لأعلى. هلأ FB هاي تجاهها لأعلى شو بدها تساوي؟ F2 ناقص F1. هلأ لما يقول لك دائما an object، يعني هذول المصطلحات تكون تحفظوها، immersed فهمنا شو مغمور، صح؟ طب لما يقول لك an object floats شو يعني floats؟ يعني يطفو. طيب إذا الجسم يطفو شو معناته في حالة شو؟ اتزان. أيوة لحالك بدك تعرف إنه متزن سواء في ماء أو في الهواء. طيب إذا كان متزن شو تعلمته في قوانين نيوتن؟ مجموع القوى يساوي وخلصت. هاي كل الأمور اللي بدك تستخدمها في أرخميدس. أولا قبل ما أعطيكم إف بي هلا شو حتطلع، أولا شو نحدد؟ القوى معهم إف بي. ثانيا ما إنه هيكون طافي جزئيا أو كليا، شو محصلة القوى؟ قولوا لي زيرو. نمبر 3 بطلع المجهول. وفي ملاحظة قلت لكم إياها من بداية الشابتر، قلنا دائما أني فلويد عندنا بالبروبلم أو بنتعامل معه عشان أنا أدرس خواصه لا نستخدم كتلته، شو قلنا دائما نستخدم؟ density. أيوة. فلويد شو دائما تساوي؟ رو في في، ما بستخدم كتلة. طيب وشو تعلمنا المحاضرة الماضية؟ إنه البريشر في الفلويد شو يساوي؟ يلا شوف محاضرة الماضية يساوي رو في اتش. قلنا هاي وير دائما بريشر وير بالفلويد. أيوة. في ناس خبصوا سمعتهم بس انا تجاهلتهم. افهموا دائما، افهموا المفهوم ما تحفظه. طيب بناء على ذلك هلا اف2 مش هي قوه ضغط السائل على هاي القاعده؟ شو تعلمتوا؟ القوة بدلالة الضغط شو تساوي؟ يلا قولوا لي F2 شو بتعوض بدالها؟ B2 في A. good. طيب و F1 مش هي قوة الضغط من فوق لتحت؟ شو تساوي معناها F1؟ قوة الضغط B1 في A. اوكي عوضوهم هون عشان عمركم ما تنسوا. ها B2 في A ناقص B1 في A. هلا B2 B2 قبل شوي هاي فوق كتبتها شو بدي اعوض بدالها؟ رو في دلتا H2 في A.
ناقص. يلا بي 1 شو كمان بي 1 رو في اتش 1 في اي. هلا طلع لي الرو والفي الرو والفي والاي ونقول هيك هاي رو في هاي جي مو اتش. يا رب بدي اقول في اشي غلط. اخ دكتورة والله حكيتلك انا مداني لي يا بني انا لحالي بكتشف الغلط على كل هاي وين بعدين منعوض بدالها هون ساكتين. دكتورة مش رو جي اتش دكتورة رو جي اتش لا خلاص صلحتها. لا فوق مكتوبة رو في جي. هون غلط. طيب هلا بي رو في ايش؟ في جي في اتش. في جي في اتش رو في جي في اتش. في هون ناقص رو جي اتش 2 وفي هون الاريا. طيب هلا بدنا نطلع رو جي اي مشترك شو بضل؟ اتش 2 ناقص اتش 1. هلا اتش 2 ناقص اتش 1 مش تمثل دلتا اتش؟ يبقى سكر هالمايك لو سمحت. اي في دلتا اتش شو تساوي؟ في. يبقى وبعدين خسق راسي هذا الفاتح الميكروفون استغفر الله العظيم. يبقى شوف اف بي بتطلع رو طبعا هذا فلويد طبعا في في شو جي هاي قصدي انا كتبتها هنا قصدي عن اف بي حطها هيك مستطيل وشو نكتب عليها حفظ. ايش هي اجين بيوينت فورس قوة شو هاي؟ الطفو. لولا وجود هاي القوة كان ما طفت الاجسام ابدا. طيب سؤال if float object its density اذا كان الجسم اللي بدي يطفو كثافته اكبر من كثافة الفلويد اللي بدي يطفو هل يطفو؟ لا مستحيل. اذا عشان الاجسام تطفو شو دائما هاي لازم برضو نتيجة هاي لحالكم تحفظها رو اوبجكت شو لازم اقل ولا اكبر؟ اقل من رو فلويد او اختصار شو اوبجكت الجسم هاي هي قوة الطفو. وخلصت قاعدة أرخميدس وخلص تعريف الـ FB. يعني شو تستنتجوا هيك ملاحظات قبل ما نبدأ بالأمثلة؟ شو ممكن هيك تكتب لحالك أنت ملاحظات تلخصهم عن هالنظرية أو قاعدة أرخميدس؟ قولوا لي شو أنتوا استخلصتوا من كل هاللي شرحناه؟ لو بدك تكتب إلك نوتس شو بتقولنا؟ يلا قبل ما نبدأ القوة هون ممكن نعوض بـ MG وممكن رو جي في حسب القوة غيره انه في قوة بتأثر على الجسم عموديا من فوق وبنجمعها اللي هي قوة الطفو بنحكي اف واحد زائد اف اثنان غيره دكتورة density object تساوي density water ايش density object تساوي density water ولا اشي لحد الان حكيته مفيد انه الاوبجكت انه كيف بتكون في الفلويد ها انه الاوبجكت اللي بتكون مغمورة في الفلويد بيكون وزنها المفروض يكون اقل من خارج الفلويد بس انا هيك بعرف هذه مظبوطه هاي غيره انا بدي شيء يتاثر الجسم بدي شيء يتعلق في قاعده ارخميدس هيك يعني مش بديش عشان احنا اعطيتكم اياها هسه
شو مثلا دكتورة لازم افتو عند وضع الجسم في واحد يحكي انه الاجسام المغمورة بفلويد دائما تتأثر ببيوننت فورس. ببيوننت فورس. طيب هاي البيوننت فورس ليش بتحدث؟ في ناس قالوا قبل شوي لانه الضغط بيزيد كل ما ينقص مع العمر. ايوه بما انه هاي ملاحظه مهمه سنس من اول سنس بريشر انكريز وذ ديبث اوف فلويد انه الضغط يزداد بازدياد عمق السائل فانه هذه القوه ويل بي تحدث يعني اف بي will be exist لأنه بتتخفف من الضغط على الجسم بتخفف عنه بدل قوة الضغط هاي الكبيرة بتخفف عنه بهذه القوة اللي تعمل على رفعه وطفوه بسهولة. هلا سؤال لو عندنا مثلا جسم وقع في البير وقع في وين وصل قاع البير وبدنا نطلعه أي إشي غرض منه وقع أنه أسهل نطلعه وهو في البير ولا أسهل علينا نرفعه وهو برا يعني لأنه هو في البير نحتاج لقوة رفع أقل من لو كان على سطح البير وبدنا نأخذه وننقله معنا على السيارة ماشي لأنه في وهو في البير شو في قوة بتساندنا الطفو يعني شوفوا قديش إلها فوائد بتقلل من القوة اللازمة لرفع الأجسام من وسط مواقع مثل التمثال اللي بدنا هسه نرفعه من قاع البحر اللي هو مثال 10-7 تمثال الأرخميدس إذا عندكم الكتاب افتحوا عليه أنا بالكم وإمتى انتبهت إنه مرسوم مكتوب على الأرخميدس قبل فترة يلا إذا هذا أهم شيء نستخلصه من قاعدة أرخميدس إنه بنقول because a pressure increase with the depth of a fluid إيش if B occurs تحدث أو بتصير موجودة اللي قوة الطفل تكون موجودة. طيب كيف الإنسان بيسبح وما بيغرق؟ مين يقول لي؟ رئتين بيكونوا مليانات هواء فبتقل كثافته. قوة الطفل بتكون ضغطيته لفوق. وشو كمان؟ متوسط كثافته أقل من المي. انسى بالك من الضغط أو لأنه فيها يزيد حجمه يعني يزيد يعني ما الضغط بيكون يسبح وما بحاله يعني. الضغط بيكون متحرك الضغط شو ماله؟ بيكون متوزع على ممتاز شو بيكون موزع على الجسم اللي بيسبح بالتساوي فبصير الجسم في حالة شو؟ اتزان اتزان أيوة فعشان هيك محصلة القوة عليه زيرو فبيطفو. هلا لما تروحوا تتعلموا سباحة أول درس شو بيقول لك؟ استرخي ما تشدش على حالك. ليه؟ لما ما تشد الواحد هيك أعصابه وأخايل بتصير إيش؟ الضغط ما بتوزع عليه بالتساوي فبصير إشي عليه قوة أكثر من الجزء الآخر فبيغرق الجسم أو اللي بيسبح. فهمنا؟ إذن هاي أخذنا المحاضرة الماضية وين؟ إنه الضغط يتوزع على جميع أجزاء السائل بالتساوي قاعدة مين هاي؟ الخميدة. لا باسكال. اما لو قلت لك انه انا قلت لك ليش بيغرقش هسه لو قلت لك ليش اللي بيسبح بيطفو بتقول لي حسب قاعدة أرخميدس كثافته اقل من كثافة السائل وفي وجود قوة طفو بتساعد على انه ظل فلوتس في حالة اتزان. تمام؟ فهموا السؤال كيف لما سأل. يلا 10-7 جهزوا حالكم مشان تحلوا زامبلز واللي بيحل ما بس بدون ما تغشوا اتفقنا؟ تعطي بونس.
10-7 وجدوا تمثال سيت قديم سيتو كتلته 70 كيلوغرام كثافة حجمه سوري its volume 3×10^4 سنتيمتر مكعب وين موجود في قاع البحر بدنا نرفعه من قاع البحر لما اكتشفوه وين نطلعه لبرا للشط اوكي هنا مي ووتر كثافة المي معروفة 1000 كيلوغرام شو بيرمتر ايش وحدة الكثافة ايوه كيوب هلا انا ما يعني بعرفش ارسم درسم لكم راس هيك يعني ولا البلاش ماشي وهي عينين وهي نوزو وهي فم طلعت بنت مش يلا مو مشكلة هذا أرخميدس في قاع البحر يسكن يلا كيف بدنا نوجد how you can calculate force need to lift the statue from bottom of sea للبرة to out كيف كنت تحسبوا القوة اللازمة لرفع هذا التمثال from the bottom of sea لبرة واحد يحكي مين؟ أولا 160 دكتور عيونة شو رأيكم أنا بدي أسأل حلا قوة الطفو في حدا اسمه حلا أي حلا من الثلاث يلا 93 جواب وين حلا؟ لا جواب 390 بدي حلا وينها؟ 390 ما بدي جواب انا بدي تفرجيني كيف احل حلا محمد او حلا فؤاد او حلا عبد مين طب ليان مالها بدي واحده من اللي سميتها الموجوده انا احل ضحى وسكت انت وياها انا حلا فؤاد موجوده حلا فؤاد يلا جاوبي يا حلا ولا واحده تحكي انت يا حلا قولي لي شو اعمل وانا بكتب يلا شو نحدد أول يا حلا؟ تفضلي. أول شيء نحدد اتجاهات القوة. أيوة. شو هن؟ يعني العمجيلة تحت. أيوة. والأف كمان لفوق اللي بنسحب فيها. أيوة. اللي هي المطلوبة. إف ليف. شو كمان؟ والأف بي كمان لفوق. هاي القوة إف بي بدها تكون موجودة في كل سؤال بتحلوه على أرخميدس. ممتازة يا حلا كملي شو بعدين بنقول المحصلة تساوي صفر F زائد أيوة. F B تساوي M G إذن F زائد F B ناقص M G equal zero لأنه المحصلة zero وحتى قايلنا بدنا نطلع بدون تسارع لأنه يا حلا إذا في تسارع بتبطل محصلة القوة zero ومبطل نقدر نستخدم قاعدة أرخميدس صح؟ لأنه أرخميدس فقط إنه يكون الجسم في حالة اتزان وهيك خلص الحل F بنقولها لحال تصير MG شو ناقص إيش FB طيب يا حلا MG أوكي سهلي طيب FB شو بدي أعوض بدالها يا حلا يلا اللي فوق كتبناها بلي شوي اللي رو في V في G رو اللي هو اللي فلويد ماي في V في جي وخلص الحل إذا عوضنا كل هاي الأمور بيطلع معانا الجواب 390 نيوتن إذا force needed to lift potato from bottom of sea to up هي 390 نيوتن طيب يا حلا لو كان هالتمثال موجود برا على الشط وبدنا نسحبه من الشط ونحطه بالسيارة هل هاي القوة يا حلا تكفي لرفعه 390 نيوتن؟ لا لا لأنه شو بنحتاج؟ لقوة أكبر لأنه هو في المي أسهل رفعه لما يكون في الهواء أيوة. لأنه على فكرة في الهواء
شو بتكون الكود الضغط أكثر والضغط الهواء أكثر لو الأتموسفير كبريشر، فبنحتاج لقوة مساندة في الماي. شفتوا؟ لأن ضغط الهواء أكبر من ضغط الماي. إيه؟ ضغط الهواء أكبر من ضغط الماي. وهسا إحنا في الـ F بدها تساوي MG برا، ما فيش FB، فإذا شو إحنا بحاجة إذا لقوة أكبر من الوزن كثير. فدائما لما يكون الجسم مش موجود في مائع رفعه بحاجة لقوة أكبر، لأنه ما في قوة طفو تساند. اوكي دكتور، بس طبعا يكون لازم يكون، طب هذا يكون الجسم، اسمع، وين الجسم وزنه أكبر، في الماي ولا برا؟ برا. الاثنين نفس الاشي، الاثنين نفس الاشي، مش نفس الاشي، نفس الكتلة. لا هذا الماي ما بيكون اكبر في الهواء، اكبر يكون وزنه على اليابسة. هلا انت وزنك في الغرفة، هلا انت قاعد على الكرسي وزنك زي لما تكون في الماي. طب الاثنين بتعرض لنفس الجاذبية والاثنين نفس الوزن، نفس الكتلة. لا يا حبيبي، في الماي في قوة، هيها قوة طفو. طيب القوة، القوة بتخفف من تأثير الوزن على جسمي. روح لحالك ادرس، روح ادرس لحالك وشوف الجواب. الآن زي بعض. هلا اللي سألتكم إياه مثال 10-8. هلا يلا، في عندنا تاج، فبدنا نشوف هالتاج هل هو مصنوع من الذهب ولا. انت وماشي في الطريق ان شاء الله يا رب تلاقوا تاج بتشك انه ذهب ولا لا، كيف بدك تتاكد انه ذهب ولا لا؟ قولوا لي. اغمره بسائل ذهب. لا بدنا نحطه بالماء عن طريق الدنسيتي نشوف الكثافه. ممتاز. اول شيء بفكر فيه اني ايش اقيس كثافة. أيوة. فعنوان المثال is the crown، يعني تاج gold، ذهب ولا نحاس ولا حديد. إذن المقصود إذن هون في السؤال إنه أوجد كثافة من هالتاج. بتروح بعد ما توجد هالكثافة بتشوف الجدول، هلا بتطلع مين الرقم اللي في الجدول زي اللي أنا حسبته، فبتكون هاي هي مادة مين؟ التاج. معطينا الماس of crown 14.7. هذا وين؟ هذا في الهواء خارج الماء. في الهواء. طيب هلا submerged، شو يعني submerged؟ غامرة. يعني ما submerged في مي in water، ولا هي كتلته صارت سموها مفتحة 13.4 كيلو جرام. طبعا كيف تم قياس الكتل؟ استخدم spring scale. شو يعني spring scale؟ طيبكم هي scale ميزان نابض، scale ميزان زنبركي. yes. وهون ربطنا فيه هالتاج، ماشي كرام. قديش هون كان في هالهواء؟ 14.7 هلا شو جينا الميزان حملنا مع هالتاج، وين غمرنا؟ المي بماء. ايوه. هلا هذا الحوض هي هيك في مي، اوجدوا لي هو في المي هون شو قرأ كتلته، يعني وزنه قديش وزنه في المي باللي وفتحة شو يساوي؟ 134. خلينا نستخدمها 11.13. طب وهو في الهواء قديش وزنه؟ 147 نيوتن. هاي سوري نيوتن. يلا وجدوا لي رو. انتوا بتحلوا اول شيء بدنا بدون ما تحكوا، حلوا عندكم خطوه خطوه بدون ما تغشوا. بعدين دكتور بدك طريقه حل صح؟ بدي بس تحلي الورقه وبدون ما تغشي على الكتاب، بتنقليني بعدين الحل. اتفقنا دكتوره؟ 11 في 10 قوه 3 11.3. ما بدي جواب. ها
ما هو موجود. أول إشي بنحدد القوية اللي بتأثر على الكلام. أنا بدي نادي راما عمر موجودة اللي بنادي اسمه وما بيقول بسجله غياب. راما عمر. دكتورة راما أبوها توفى فأتوقع إنها مش بحاضرة. صح هاي اللي حكيتوا لي عنها. يس 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 منيح اللي ذكرتيني. حتى على التيمز حكيت معها على الشات. صح سبحان الله كيف عينها اسمها. مو مشكلة. هاي الصفحة كلها بنات بدي أدور لي على شاب اسمه ياس خليل مصطفى. نعم دكتور. يلا إياس حل معي السؤال والكل يسكت حتى لو بتعرفش بدي تتعلم. تفضل كده كتحل السؤال. إذا كان نفس هو مش متأكد أنا بس إذا مثلا هو مغمور بده يكون محصص قول على صفر. ما هو مش يعني تكون شاكك. هاي أول خطوة صح. يلا شو القوة يا إياس؟ بده يكون على اللي هي قوة الطفو. أيوة دائما لأعلى وقوة وقوة الضغط الماء على الجسم كمان لأعلى يعني F زائد FB ناقص قوة الوزن. أي الوزن W. شو كمان كله يساوي W فتحة لوين هاي؟ هاي اللي انت قلت عنها بس هون شو اسمها هاي؟ قوة شد الميزان tension force للتاج صح؟ هاي هي سميها W فتحة نفسها FT بني هيك مظبوط. هلأ هذول ما حصلتهم شو تساوي؟ صفر زيرو. طيب معناته FB شو تساوي؟ W ناقص W فتحة. هاي أول شيء صح. طيب نيجي ل FB شو تعلمناها؟ FB تساوي رو. أيوة في جي. في في جي رو في ايوه في جي في في جي هيك. هلا شو بدنا نعوض بدل دبليو؟ ام في جي ام جي وبدل دبليو فتحه ام فتحه في جي صح؟ كويس انتم نكتب هون دبليو بعدين الارقام ماشي. اذا دبليو بقول ام في جي دبليو فتحه ام فتحة في جي. هلا نيجي بنعوض بدل الام برو اوبجكت في 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 جي مش احنا بدنا ما بدنا كتلته هون للتاج صح في الوزن صح. شو بدنا كثافته. شو بعوض بدل ام اوبجكت هاي رو اوبجكت في 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 جي. طيب نيجي لروها هس كل المعلومات عندنا نيجي بنعوض هون بدل FB بكتب W ناقص W فتحة وبنقسمهم مع بعض يعني شغلة رياضيات اقسم واحد على اثنين وبتطلع معانا الإجابة تقدر تحفظوها رو أوبجكت على رو فلويد شو مكان الفلويد مي ولا شو شو تساوي W على W ناقص W فتحة. هاي الريزلت صرت تستخدموها مباشرة في الحل بدل ما تكتبوا هاي المعادلات وتتخربطوا. أوكي هلا عوض رو أوبجكت مجهولة رو فلويد للمي 10 قوة 3 W قلنا 1470 أو 147 سوري وهون 147 ناقص 134 وبطلع الجواب هاي 100 في الهواء وهاي 134 كياس فهمت؟ فهمت قاعد بحسب فيها الرو اوبجكت اللي هو للتاج تطلع 11.3 شو وحدة رو؟ يا كيلوغرام بير متر متر تم مكعب. هلا بنروح على الجدول اللي في الكتاب بطلع بلاقي مش ذهب يمكن طلع فضة أو نحاس أو حديد ماشي يا إياس حطيت أنا شاك إنه بلاستيك شارك
ترى طيب المعادلة الأولى كيف جبناها بالله؟ هذا شكله يا بني من هذول اللي بيعملون للأطفال في عيد الميلاد صح؟ الربط اللي خرجنا فيه. أيوة هو. المثال الأخير وهذا كثير شائع example 10 10 وهسه أنا حنقي واحد يحل. هلا 10 10 تعرفوا البالون أو المنطاد؟ تعرفوه؟ عمركم ما شفتوا بالون في السماء هيك طاير في الجو؟ لأنه في هيليوم. ايوه في هيليوم. طيب عمركم عمركم ركبتوا في منطاد زي هيك؟ لا يا حرام انا ركبته والله عندنا ركبت في انطاليا انطاليا بتركيا في بيبقى مناطق زي هيك بيكون من هنا هيك بالون شايفين وهنا معلق في الكيبلات والاشياء اللي بتكون هنا الكرسي اللي بنقعد فيها توسع 4 أشخاص هون هاي البالون هذا تمام شو بيكون موجود فيه هيليوم ايوه هلا هذا البالون معلقين فيه حمولة مع وزن هيك وهو فاضي وبدون ما نحط فيه هيليوم كل هاي قديش الإملود معطينا إياه الثقل كله 180 كيلوغرام إذن هاي الإملود اللي هم الأشخاص الموجودين الحمولة زائد شو كتلة البالون وهو فاضي ما فيهوش هيليوم أوكي طيب هلا بدنا نعبيه شو هيليوم منشان يطير قديش حجم الهيليوم المطلوب عشان نوضعه في داخل هالبالون في بالون لهيليوم سوري مش اتش اي الهيليوم لما اذكر حضروا حالكم للشابتر 30 31 كله نيوكلير الذرة والنواة والتفاعلات النووية والإشعاع وهالقصص بدكم كله تبقوا حافظينه بصير أقرأ قراءة لأني بدنا حجم الهيليوم المطلوب مع العلم أنه رو الهيليوم بتساوي 0.179 ورو للهواء بتساوي 1.29 طبعا اليونت كيلوغرام بير متر تكيل معاكم دقيقة تحلوا بعدين أنا بدي أنقي واحد يحل يلا خليني أفتح صفحة جديدة وأشوف هيك اسم عشوائي إن شاء الله كلهن بنات الشعبة في طالب حليته ولا لسه ما تغشوا بتضر ثواني بتضر 160 ترى هو بده قبل ما يرتفع يعني 160 يس مزبوط بس اصبروا لان انا بدي انقي مين بدي انقي الحل في طالب اسمه عبد اللطيف غسان موجود؟ موجود يلا يا عبد اللطيف حل معي السؤال حتى لو انت شوف ولو انت مش عارف ولو مش ملحق نقدني اجاك سؤال هيك في الامتحان كيف بدك تحله؟ يلا قل لي شو اول خطوه بدك تعمل؟ دكتور لسه مش داخل التشابتر انا صراحه ولا وين كاين يا حبيبي؟ والله مراكم ماينس هحط لك الله بسيط فكرني بمزح بسيط خليك مستاهل قيس مأمون أنا دكتورة قيس مأمون يلا كيف بدك أنا قيس كيف بدنا نحل السؤال يا قيس تفضل
أطلب السؤال لأنه مش ما كنتش متابع، النت كان قطع شوي عندي. هذا السؤال يا قيس، بالون معلق فيه ثقل حمل 180 كيلوغرام مع وزنه فاضي، هلأ بدنا نحط في هذا البالون هيليوم، قديش حجم الهيليوم اللي بدنا نحطه فيه؟ يا تمام، بس لازم نحدد القوة على الجسم. يس، على كل النظام اللي عندك، على البالون وعلى اللود وعلى كل. يا تفضل. أول شيء الوزن. الوزن ام هاي اللي معلقة في وزن ها جي، هاي صار الوزن. شو كمان عندنا قوة تأثر هلا على البالون؟ الاف بي بعدين. اف بي جود لفوق، مش هي اللي بدها تخليه يرتفع فوق، ساعده. شو كمان؟ بس هيك اتوقع. ايش هاي البالون مش الوزن يا بني؟ البالون وزن البالون صح، وزن البالون اللي هو وزن، يعني المقصود البالون هنا وزنه بوجود الهيليوم، يعني شو يعني وزن الهيليوم. وزن الهيليوم ممتاز. ام هيليوم في جي، هيك هدول يا قيس القوة كلها. في غيرهم؟ نو لا، هيك كل القوة. هلا هذا البالون بما انه طافي هيك في الجو، مرتفع في الجو وبكل هيك رحلة نايس، شو محصلة القوة يا بني؟ راح تكون صفر محصلة القوة. ممتاز. طيب هلا عندنا اف بي لفوق، شو بدها تساوي؟ القوتين اللي تحت يلا اللي هم وزن الهيليوم وزن زائد وزن اللود. ياس، وخلص الحل يا بني. يعني بدل ما اقول هيك اف بي ناقص وزن الهيليوم ناقص وزن اللود تساوي زيرو، نقلت مباشره. طيب دائما يا قيس لما يكون عندنا فلويد هل نستخدم كتلته ولا نستخدم كثافته؟ الدنسيتي نستخدم. اذا بدل ام هيليوم شو بدي اكتب؟ رو هيليوم في 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 جي، في اللي بدنا نوجدها صح؟ صح. زائد اللود بنخليها لان كتلته معروفه، كتلته معادي فبطلع الوزن هيك يساوي. طب اف بي شو تعلمناها؟ هي ار في رو قصدي في 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 جي. رو هنا الهواء، مش عندنا قوة الطفو في الهواء فوق مو في سائل هواء، فشو بقول؟ رو اير في جي. صار عندنا كل المعادلة هايها فيها جي، بشيل جي بعدين بخلي الفي مع بعض صح، بتصير هيك في تساوي ام لود يا بني على على الفي في رو اير ناقص رو هيليوم، أساس بنقول هاي هون بتصير ناقص، وبتصير في تساوي هاي على اللي مضروب فيها. طيب بعد ما نعوض شو بيطلع الجواب؟ 160 متر مكعب. بعدها الباقي أرقام يعني. هسا في إشي ما كنت عارفه بجوز هلا اتضح لك صح؟ آه والله مزبوط دكتورة، في إشي. أوكي. دكتورة ممكن أسألك سؤال؟ طيب أنا لما أسأل الطالب بسأله منشان إيش أساعده، ببقى عارفة إنه مش عارف يحل، مش يعني القصد إنه بالكم لا لا لا. فاي كمل معي ساعدته، ردينا حلينا أو شرحنا الخميس مرة ثالثة لما حلينا الثلاث أمثلة، هيك خلصنا من الخميس. هلا شو بدي منكم في الويك إند؟ حلو تدرسوا الشابتر كامل لأنه قرب الكويز، والأسبوع الجاي اللي بعده مباشرة هيكون الأحد اللي بعده مباشرة قبل الميد هيكون الكويز في شابتر 13. إذا ما تابعتوا زي ما بقولكم من هلأ بلشتوا تدرسوا ما حتفلحوا، حتجيبوا زيرو تحت الصفر، فبتدرسوا وبتبلشوا تحلوا البروبلم، نص البروبلم هلأ بتقدروا تحلوه. اوكي هذا في الويك اند. اذا يوم السبت كنت انا فاضي وضعي يعني اوكي، ببعث لكم انا انه في ميتنج ولا لا للاوفيس اور، توقعوا نعملكم ساعه اونلاين يوم السبت بالليل
دكتورة؟ خلصنا المحاضرة. دكتورة أي أحد؟ يعطيك العافية دكتورة، كيف حالك؟ هلا. دكتورة صار لي من أول محاضرة أدخل على الإيرلينج مشان أسجل حضور مش راضي يسجل، يعطيني إيرور. أنت شو اسمك؟ راشد الصرايرة، والله من أول محاضرة معك. يا راشد تم نقل مجموعة من الطلاب من هذه الشعبة إلى شعبة أربعة. هذه خمسة صح؟ أنت استنى أشوف اسمك في القائمة الجديدة. هاي خمسة، هاي خمسة صحيح. لشعب ستة قصدي، شعب ستة تم نقلكم. استنى أشوف اسمك ولا هون. را 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 ليش يا راشد؟ ما أنت مش منقول، موجود في شعبتك الأصلية، بس بجوز كان خاص. أنا كان مش راضي يعطيني أرو، معناته خلص الوقت. ما هو ما بضل دكتورة أول. دكتورة والله دايركت دخلت دايركت وسجلت ويعطيني أرو من أولها. أنا كمان كان معي دكتورة وأنا نفس الشيء. دكتورة وأنا كمان فتت مني والله يا حبايبي. والله أنا السيش ما رضي، مشاكل من عندكم بالسيستم. طيب دكتورة تقدر تاخذ الحضور تبعنا من التيمز هالمرة؟ بس أنت يا راشد مو منقول على الشعبة هذيك. ما شفت على موقع. في ناس انتقلوا عشان هيك ما قدروا يسجلوا. دكتورة حتى أنا ما برد. طب هيك بتسجل لنا غياب يعني؟ أكيد. راشد إيش؟ ما غبنا. راشد شو اسمك؟ راشد إيش؟ راشد مويلة الصرايرة. أوكي يا راشد. شكرا دكتورة. كيف بدي أفهم؟ دكتورة وأنا كمان. ما هو هسا شوف، لو إنهم اللي انتقلوا يروحوا على شعبتهم، على شعبتهم الجديدة، أنا بقدر أخذ أصير الأسماء بدون هذا الموقع. بس أنا والله ما فيني 160 اسم أسميهم ولا لا؟ خذي من التيمز دكتورة. التيمز نفسه بيطلع، بيطلع قدي حذر. التيمز يا حبيبي بتدخل أول مرة بسجلك، وإذا رحت ولم ترجع خلاص أنت حاضر وبتكونش حاضر. رفيت؟ أنا موجود من أول محاضرة، بس الليرنينج برضه مش ما ضيفته زي ما صار مع الشاب يعني. طيب سامحينا يا دكتورة، سامحينا سامحينا سامحينا. طيب دكتورة هو شكل الموقع بيعلق ولا بيعلق؟ أنا يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء إني سجلت حضور، لكنه هلا عم بشوف ما في عندي حضور يوم الثلاثاء، معطيني كويشن. يوم امبارح وانا اصلح لكم جنن جنن مخي، كل شوي يعلق، ارد ابدا من جديد وانا اصلح لكم الامور بيعلق طبعا. تخيلوا يعني هيك ايام حيعطينا غياب واحنا محضرين ومسجلين. تخيلوا انا احنا اول ما صارت الكورونا ما كان في تيمز لسه، كان كل شغلنا على الإيليرنينج، كل شوي يعلق المحاضرة تعلق، جننا هالسيستم. دكتورة الكويز الأحد هذا أنا يا حبايبي بهمني يعني إنه ما يتكرر غيابكم، عرفتوا كيف؟ إن شاء الله ما نضطر نحرم حدا، بس في ناس صدقاً بارح مش أنا صلحت الهومورك، كنت شعبتكم ظلت ما صلحتها، ما لحقت. كثير في ناس مش مداومين من بداية الفصل لهلا، هذولا لازم ينحرموا. دكتورة بيكونوا مداومين بس المشكلة من الموقع لا. نفسه. ما أنا كيف عرفت إنهم مش مداومين؟ مش أنا دائما بأخذ هنا عدد الطلاب اللي حضروا؟ فدائما في بيبقى في غياب 15-18 طالب، هذولا شو بيكونوا؟ طلعوا مش مسلمين هومورك، فبين إنهم مداوموش. دكتورة دكتورة في حبايبي طبعا قالوني على الشعبة تبعت ستة، بس مش سجلت الحضور هون وما عندي كود لشعبة ستة، حطيته أول ما بدأت وبتوجدي إذا اسمك صار هناك موجود على الإي ليرنينج، كيف لما نزلت لكم أول الصفحة ذكرين موجود على الإي ليرنينج تبع هذا، لأني حطيت لقيت الكود وكتبته هون طلع لي تبع هاي الشعبة. لا أنت صرت شعبة ستة هلا. بعرف شفت، بس مش عارفة كيف أدخل هناك على شعبة ستة. لا كودهم غير عن كودكم شعبة ستة. وين ألاقيه؟ على موقعكم الإيليرنينج تبع شعبة ستة. طيب دكتورة أنا كمان انتقلت والكود فوتني هان. نفسه نفس الكود مستحيل. نفسه إيه؟ أتوقع ما صار ترحيل لسه.
ما صار كل يوم الاحد يوم الاحد فبستنوا اعمل اكتب لكم اياه احتياط وانا بدكم نصيحتي شوفوا اذا بدكم نصيحتي اللي ما بتعارض مع محاضراته وتم نقله على شعبه ستة يروح احسن له شعبه رايقه هدوء عددهم قليل حتى لما جابوا عندهم طلاب صار عددهم بس 100 انتوا هون 130 بعد ما نقلوا منكم ناس بلاش تخسروا هلا بدك تكتبكم الكود هون دكتوره كويز تشابتر 10 رح يكون الاحد هذا ولا الاحد اللي وراه لا اللي بعده لما نخلصه يا حبيبه قلبي شعبي 6 اكس اي 8 الدكتور عادي يطلع بي استنى شوي يو 5 هي شايفينه هذا لمين شعبة ستة اللي نقلكم عليها دكتورة يعطيك العافية دكتورة احنا اليوم كنا نفسك ستة هاي الكود لشعبة ستة اوكي دكتورة. نعم الله ينعم عليك احنا اليوم كنا ناخذ كيف تطفو في الموائع بس كيف بدنا نطفو في بحر الفيزياء ايش يا بني كيف بدنا نطفو في بحر الفيزياء؟ انتوا الفيزياء تاعتكم ان اسهل اسهل ايش وابسط ايش الفيزيكس هذا كيف لو انه تاخذوا فيزياء فيزياء ايه ما شو بده يصير فيكم هذا لو اخذتوا الشغل والطاقة والحركة الدورانية والعزم وين انتوا من الفيزياء؟ اخذنا الشغل بالتوجيه هو زي اللي بتاخده دكتورة نقدر نطلع عنا محاضرة تانية يلا يلا غادروا خلصت المحاضرة ادرسوا ادرسوا واستفيدوا زي ما قلت لكم من الويك اند ومشان اعطيكم